إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا الذي يكتم هذا المنهج عن الناس أو يشوهه أو يزوره أو يختلق منهجا ويعزوه إلى منهج السماء ماذا فعل؟ هذا أفسد على الناس طريق سلامتهم وسعادتهم. فأن تكتم الحق هذه جريمة كبيرة، لأنك إن كتمت الحق أشقيت الناس. الإنسان لا يسعد إلا إذا طبق منهج الله، لا يسعد، والأدق من ذلك لا يسلم ولا يسعد إلا إذا طبق منهج الله. فإذا أغفلت هذا المنهج أو كتمته أو عتمت عليه أو شوهته أو زورته أو أدخلت فيه ما ليس منه أو حذفت منه ماذا فعلت؟ هذه جريمة. لذلك هذا المنهج من يقيم ثمنه الحقيقي؟ واضعه. الذي أنزل هذا المنهج هو الذي يقيم ثمنه، ثمنه الجنة. هذا الثمن أبدي، هذا الثمن مستمر، هذا الثمن تصاعدي. أما هذا الذي يكتم المنهج ليأخذ بهذا الكتمان ثمنا قليلا، بختا آنيا منقطعا، هو أكبر خاسر. لذلك قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله. لماذا هم يكتمون؟ من أجل عرض من الدنيا قليل. الدنيا تغر وتضر وتمر، الدنيا زائلة، الدنيا منقطعة، الدنيا فانية. فهذا الذي أخذ ثمنا بخسا، مالا أو مكانة أو هدية، وكتم ما أنزل الله، يعني أفتى بخلاف ما يعلم، لا أقول أفتى بلا علم، هذا له حساب آخر، أما أفتى بخلاف ما يعلم، هو يعلم الحقيقة ويعلم الحكم الشرعي ويعلم المنهج الصحيح، لكنه كتم هذا المنهج مقابل ثمن بخس في الدنيا. وهذا المنهج ثمنه الجنة، ثمنه جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها أبدا، ثمنه سعادة أبدية مستمرة متنامية. فهو قبض ثمنا بخسا مقابل كتمان هذا المنهج. فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني اليهود كتموا صفات النبي التي في توراتهم عن مشركي مكة أو عن مشركي العرب، كتموا
حسدا من عند أنفسهم، بغيا وحسدا، من أجل أن تبقى لهم زعامتهم ومكانتهم ورئاستهم، فكتموا هذا المنهج. وأي إنسان حفاظا على مكاسبه الدنيوية سكت عن الحق، هذا تنطبق عليه هذه الآية، حفاظا على مكانته، حفاظا على مكاسبه، حفاظا على ميزات حصلها بجهد جهيد، فكتم الحق ونطق بالباطل إرضاء لقوي، تنطبق عليه هذه الآية. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. والله كلام مخيف. يعني قبل أن تقف موقف، قبل أن توافق، قبل أن ترفض، قبل أن تداهن، قبل أن تبتسم، قبل أن تنافق، قبل أن تقول كلاما لست قانعا به إطلاقا، عد للمليون، إن هذا موقف سجل عليك وأنت محسوب على المؤمنين، سجل عليك. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، طبعا أنزلت هذه الآية في اليهود الذين كتموا صفات النبي عليه الصلاة والسلام حفاظا على زعامتهم ومكانتهم ومكاسبهم، أو بغيا وحسدا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الآية وإن نزلت في هؤلاء الذين كتموا صفات النبي لا يمنع أن تكون عامة شاملة تشمل كل إنسان سكت عن الحق إرضاء لجهة ما، وقد حقق من هذا السكوت مكاسب كبيرة. هذه المكاسب بكل أنواعها إنما هي نار سوف تحرقه أبدا. يعني أيام إنسان يكون كمنديل تمسح به أقدر عملية ثم يلقى في المهملات، أنت لله أنت أخطر من ذلك. فهؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أيها الإخوة، ربنا عز وجل يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني هؤلاء الدعاة لهم آلاف الصفات، الله عز وجل أغفلها كلها إلا صفة واحدة، هذه الصفة أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، ينطقون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم. لو أنهم نطقوا بالباطل خوفا من جهة ما، أو نطقوا أو سكتوا عن الحق خوفا من جهة ما، سقطت دعوتهم، ماذا بقي من دعوتهم؟ فيا أيها الإخوة الكرام، أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي كل المكاسب التي حصلوها إنما هي نار سوف تحرقهم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله. طبعا العلماء قالوا لا يكلمهم كلاما مؤنسا، الله عز وجل يلعنهم. رب العالمين قد يرسل الملائكة لتلقي السلام على المؤمنين، تحيتهم يوم يلقونه سلام. رب العالمين آنس سيدنا موسى، أعظم عقاب ولا يكلمهم الله يوم القيامة. وفي عقاب ثاني، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عقاب الحجاب وعقاب عدم التكليم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. ليت العذاب ينتهي أن الله لا يكلمهم ولم يزكيهم في الدنيا. قال ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. فبربكم، هل كانوا هؤلاء عقلاء حينما كتموا الحق؟ والله هناك من يكتم الحق دائما بكل عصر، هناك من يكتم الحق. أنا حدثني أحد علماء دمشق الأجلاء،
كان في مصر، قال لي من غرائب الصدف أنني حضرت يعني نزعة أحد كبار علماء مصر وهو على فراش الموت، رفع يديه هكذا إلى السماء ومد أصبعيه وقال: يا رب أنا بريء من كل فتوى أفتيتها في المصارف. يعني يبدو حينما كان في منصب ديني رفيع أفتى إرضاء لزيد أو عبيد وأصدر فتوى. الآن في فتوى عقب هذه الفتوى أودع في بنوك مصر 83 مليار جنيه عقب فتوى، ففي فتوى خطيرة جدا. طيب هذا هو يعلم علم اليقين أنه هذا حرام وهذا ربا، ومن أشد أنواع المعاصي تلك التي توعد الله بها مرتكبيها بأن يحاربهم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومع ذلك هناك فتاوى بأكثر المعاصي. لما تصدر هذه الفتاوى؟ من أجل ثمن من الدنيا بخس، يعني ثمن بخس قليل باع دينه وآخرته. قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. يعني حينما أفتى هذه الفتوى أو حينما كتم هذا العلم استبدل الهدى، طبعا الضلالة بالهدى. بالمناسبة في قاعدة لغوية باللغة العامية العكس، واحد لو قلت لكم مثلا فلان استبدل التجارة بالوظيفة ماذا نفهم منها؟ الآن ما هو؟ استبدل التجارة بالوظيفة، الآن تاجر أم موظف؟ اختلفت معك في التباس. الباء تأتي مع الشيء المتروك، باللغة الفصحى الباء تأتي متأخرة مع الشيء المتروك. فقال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني باعوا الهدى وأخذوا الضلالة، والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار؟ ما الذي يصبرهم؟ يقول الله عز وجل: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. يعني الحجة قائمة، لما إنسان تنصحه مرة تنتين ثلاثة تبين له تعطيه الدليل بيركب رأسه بيتحامق وبيدفع الثمن باهظ ما في يحكي ولا كلمة ولا حرف. أما إذا ما نصحته يضع اللوم عليك. ذلك الله عز وجل بيّن كل شيء، لأنه يقول: إن علينا للهدى، الهدى على الله، وحيثما جاء تعالى مع لفظ الجلالة معنى ذلك أن الله ألزم بها نفسه. أولئك على هدى من ربهم، إن علينا للهدى. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أذن يا أخي. الإنسان أو الأب حينما ينصح ابنه مرات ومرات ويوضح ويبين ويفصل ويأتي بالأدلة والشواهد، ومع ذلك يركب ابنه رأسه ويمشي في طريق غير صحيح، حينما يدفع الثمن باهظا يسجن أو يعاقب أو يبقى في مؤخرة الصف ويلتقي بأبيه لا يستطيع أن ينبس ببنت شفة ولا كلمة أبدا. لو أن شريكين أصر أحدهما على عمل غير شرعي، الثاني رفض وفك الشركة، الأول سجن ذهب إليه ليزوره لا يستطيع أن ينظر إليه، ما الذي يسكت هؤلاء؟ هذا العذاب الذي لا يحتمله أحد، فما أصبرهم على النار؟ ما الذي يسكتهم؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. كتاب في كل شيء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقد وصلنا لهم القول، القول وصله الله إليهم. والآن ما في حجة أبدا، الله بيعلمنا
بخلقه، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ويعلمنا بأفعاله، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أحد أخواننا كان في رحلة إلى تركيا قبل الزلزال بأيام، قال لي بلاد جميلة، خضراء، فنادق، محلات تجارية، محطات وقود، يعني وسائل رفاه، وسائل تسلية، سواحل للسباحة، فنادق من ذوات النجوم الخمس، جمال ساحر. قال لي العين لا تصدق أن هذا الجمال أصبح أنقاضاً في 40 ثانية. هكذا فعل الله عز وجل. الله في عنده زلازل، في عنده أعاصير، في عنده فيضانات، في عنده مثل ما عندنا جفاف ما في ماء، يعني عنده أدوية كثيرة. الله بيعلمنا بخلقه، وبيعلمنا بأفعاله، وبيعلمنا بكلامه، وبيربينا تربية نفسية. يام بينقبض الإنسان، يام بينشرح، بياخذ موقف جيد، الله بيلقي بقلبه الانشراح والسرور والسعادة. يام بيغلط، بيلقي بقلبه الضيق والانقباض والخوف والقلق. بيربيك بأفعاله، وبيربينا بأقواله، وبيربينا بخلقه، بيربينا بالتربية النفسية التي يفعلها في قلوبنا. يا الله عز وجل، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. لاحظ إنسان إذا أخطأ مع الله، الله حليم، بيرخيله الحبل. أول مرة مو عرفان، ثاني مرة ندمان، إذا استمر يأتي البطش الإلهي. الواحد عرفان بالضبط أنه هو استنفذ كل الفرص، يعني في تربية لكل إنسان، لكل واحد. والبطل الذي يفهم على الله عز وجل، كل شيء بحساب، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. سياق هذه الآية جاء بعد تحول القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة، وهذا التحول عند ضعاف الإيمان وعند المنافقين أحدث بلبلة، لأن أهل الدنيا متعلقون بالأشكال، متعلقون بالقشور، وتحويل القبلة لم يكلفهم شيئاً، كانوا يصلون إلى هذه الجهة فصاروا إلى هذه الجهة، ومع ذلك أحدثوا فتنة وبلبلة واضطرابا، فالله عز وجل رد عليهم فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر كذا وكذا. هذا الذي يجعل من الفرع أصلا ومن الشيء الهامشي جوهرا، ومن قضية فرعية جدا جذعا، هذا إنسان يحتاج إلى مزيد من الفقه. بل إنه يعني ما ظهر بما يسمى بفقه الأولويات، يعني فإن هم أطاعوك بذلك لقنهم أنه لا إله إلا الله يا معاذ لأهل اليمن، وأن محمد رسول الله. فإن هم أجابوك لذلك فأبلغهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، فإن أجابوك إلى ذلك فقل لهم أمر الصيام، ثم أمر الزكاة، ثم أمر الحج، هكذا. يعني أنا أريد ما يعانيه المسلمون اليوم من مشكلات خطيرة أساسها التمسك حتى القتال، أو حتى الخصوم الفاجرة، أو حتى الصدام بقضايا هامشية جدا وفرعية لا تقدم ولا تؤخر، ثم إهمال جوهر الدين. يعني مثلا هذا الذي يحرص كي يقبض الحجر على أن يدفع رجلا ويركل رجلا ويدفع صدر رجل ويزيح رجل، آذى سعى
سبع أشخاص إيذاء شديد ليقبل الحجر الأسود، هل هذا فقيه؟ لا والله، والله هناك من يأتيه أذى لا يوصف من إنسان في أثناء الحج وفي مكان تقبيل الحجر الأسود. هذا الذي يضحي بفرائض من أجل سنن لا يملك فقه الأولويات. أنا هذا الكلام إياكم أن تفهموا من هذا الكلام أن تتساهلوا بتفاصيل الدين أبداً، أنا ما قصدت هذا، ولكن قصدت أن تنسى أصل الدين، أن تنسى جوهر الدين، أن تنسى المنطلقات الكبرى للدين، مقاصد الدين، وأن تتابع التفاصيل على حساب الأصول. فليس البر أن تتعلق بشكليات الدين وأصول الدين تهملها، ليس البر أن تتعلق بالتفاصيل وجذوع الدين تقطعها، ليس البر أن تقيم خصومة وشحناء وبغضاء في قضايا جانبية وأنت لست مطيعا لله عز وجل. مرة قال لي أخ على الهاتف، يعني أنا دخلنا في مناقشة عقيمة وبقينا حتى ساعة متأخرة كنا نختصم حول تعريف صلاة التهجد وصلاة قيام الليل، أي صلاة هي قيام الليل وأي صلاة هي التهجد؟ أنا ما أجبته، قلت له قم صلي ركعتين لله وقل يا رب هاتان الركعتان صليتهما في سبيلك وتقربا إليك وأنا لا أعرف ماذا تسميهما، يا رب سميها ما شئت، قم صلي بس، قم فصلي. يعني كيف بدك تقول أنا مؤمن ومحصل وأنت ما لك ولا درس علم تحضره، ما لك ولا أستاذ تتعلم منه؟ مستحيل هذا الكلام. فأن تؤمن بالله، البر أن تؤمن بالله. يعني العبرة أن تتحدث عن الله ساعات طويلة مما عقلت عنه، عندك إمكان تحدثنا عن الله عز وجل، عن أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى وعن أفعاله وعن قرآنه وعن كلامه، هيك حديث طويل واضح معناه أنت مؤمن. تلاقي بأمور الدنيا الإنسان طليق جدا، فإذا جاء لأمر الآخرة لا يعلم شيئا، قال من معرفته بالصحابة تربى على عنتر، ما له عرفان، حسب عنتر صحابي تربى عليه، يتقن أشياء كثيرة جدا أما أشياء أساسية في الدين لا يعلمها أبدا. ولكن البر من آمن بالله، الإيمان بالله بده وقت، يحتاج لوقت. إمتى جلست وفكرت في هالكون؟ متى جلست وقرأت شيء عن عظمة الله عز وجل؟ متى فرغت من وقتك درس علم تحضره تتعلم؟ ولكن البر من آمن بالله. بعدين الإيمان بالله من لوازمه أن تؤمن باليوم الآخر. أنقل لكم هذه الحقيقة، مستحيل وألف مستحيل أن تستقيم إن لم تؤمن بأن هناك يوما سوف تقف به بين يدي الله عز وجل، وسوف تحاسب عن كل كلمة وعن كل حركة وكل سكنة وكل درهم كيف اكتسبته وكيف أنفقته. هكذا الإيمان باليوم الآخر بيردع الناس. لا يمكن تستقيم حياتنا إن لم نؤمن باليوم الآخر. في من فوق 25,000 دعوة كلها كيدية، اغتصاب أموال، اغتصاب أراضي، اغتصاب بيوت، أشياء مزورة، أشياء غير صحيحة، كل هؤلاء الذين يفعلون هذا ما ذاقوا طعم الإيمان. مستحيل أن تؤمن بالله وأن تأخذ ما ليس لك. فالإيمان بالله يمكن أن تؤمن به من خلال خلقه ومن خلال أفعاله ومن خلال كلامه. ولكن البر من آمن بالله هو الأصل. الدين اعتقاد وعمل، اعتقاد وسلوك، منطلق نظري وسلوك عملي، هذان الجانبان الكبيران. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، الجانب العقدي ألا إله إلا أنا وفاعبدون، الجانب العملي
فالإيمان اعتقاد وسلوك، وأي إنسان أو أي جهة أو أي جماعة اكتفت بأحد الشطرين فقد ضلت سواء السبيل. هناك من يقول أنا عملي طيب والله لن يحاسبني لا على عقيدتي ولا على عباداتي، وهناك من يقول أنا إيماني بالله قوي ولا أحتاج بعده إلى شيء. كلاهما ضل سواء السبيل. الإسلام إيمان وعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن اعبدوا الله العمل، ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل منهما الاعتقاد والعمل شرط لازم غير كافي. الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ما قيمته إن لم تتحرك؟ أنت في أمس الحاجة إلى أشعة الشمس، وأنت قابع في غرفة مظلمة قميئة، وجلدك بحاجة ماسة لأشعة الشمس، وقلت متفاصحا إن الشمس ساطعة، بل أقسمت إن الشمس ساطعة، بل قلت إن كل خلية في جسمي وكل قطرة في دمي تؤمن أن الشمس ساطعة، ماذا فعل؟ أنت لم تفعل شيئا، لأنها في الأصل ساطعة، ما زدت شيئا إلا أنك اعترفت بحقيقة صارخة أمامك. ولكن الشيء الذي يجدي أن يشفى مرضك الجلدي من خلال أشعة الشمس، فإن لم تتحرك لعرض جلدك على أشعة الشمس إيمانك لا قيمة له إطلاقا. هذه أهم نقطة في الدرس أيها الإخوة. الإسلام حركة، الإسلام صدق، الإسلام أمانة، الإسلام دعوة، الإسلام وفاء، الإسلام أداء للحقوق، الإسلام إتقان للعمل، الإسلام رأب الصبع، الإسلام إنفاق المال، الإسلام حركة. ما في إسلام سكوني، إنسانك قابع في بيته لا يفعل ولا يقدم ولا يؤخر ولا يعطي ولا يمنع ولا يغضب ولا يرضى لكنه مسلم، هذا إسلام سكوني، هذا إسلام لا جدوى منه إطلاقا. الإسلام عقيدة وسلوك. ولكن البر من آتى، يعني آتى يعني أعطى، لكن يقال آتى لمن كان المال من كسبه أو أتاه بطريق مشروع، آتيته مالا من مالي. المال ما ينتفع به، المال ما ينتفع به، ما يتمول، وقد أودع الله في قلوب البشر حب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ولولا أن الله حبب المال إلينا لما كان من جدوى من إنفاقه، ولما كان إنفاقه قربة إلى الله عز وجل. لأن الله حبب المال إلينا كان إنفاقه قربة إلى الله، لأنك تنفق شيئا تحبه، لأنك تنفق شيئا أنت حريص عليه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. يحب المال، يحب جمعه، يحب ادخاره، يحب كنزه، يحب أن يتباهى به، لأن الله ركب في الإنسان حب المال وأمرنا بإنفاق المال كي نصل إليه وكي نرتقي إليه وكي نصل به إلى الجنة. أيها الإخوة الكرام، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا الجانب العقدي الاعتقادي العقيدة، الجانب الحركي السلوكي الذي يجسد الجانب الاعتقادي
الذي يؤكد ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. آتى المال، آتى المال وهو يحب المال، آتى المال وهو يحب المال. إذن هذا الإيتاء في قربة إلى الله عز وجل، ما دام في حركة معاكسة لرغبة النفس أنت بها ترقى إلى الله عز وجل، ولولا أن هناك شيئا ممنوعا يجب أن تمتنع عنه وأنت تحبه، أو أن شيئا ينبغي أن تفعله على كره منك لما ارتقيت إلى الله عز وجل. المعنى الأول، آتى المال على حبه، يحب المال فأنفقه فارتقى بإنفاقه. المعنى الثاني، آتى المال، آتى من المال ما يحبه، لم يطعم طعاما فاسدا أو يقدم شيئا باليا أو يقدم شيئا سقط من نظره، لا، آتى المال، آتى من المال ما يحب. قيل لأحد الكرماء وقد سألته امرأة عطاء أعطاها فوق ما تتمنى، فعاتبه بعضهم قال إنها كان يرضيها القليل وهي لا تعرفك أنك كريم، فقال إن كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. آتى المال على حبه. أيها الإخوة، آتى المال على حبه، من أحق الناس بالعطاء؟ ذو القربى، حتى أن بعض الفقهاء يقول لا تقبل زكاة مال من مزك وله أقارب محاويج، والإنسان أعلم بأهل بيته، أعلم بأقربائه، يعلمهم حقيقة، أوراقهم مكشوفة، ما في مشكلة، ما في احتيال، ما في كذب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام شجع المؤمنين على أن يتكافل بعضهم بعضا عن طريق إعطاء الأقارب، لأن العطاء للقريب هو صدقة وصلة في وقت واحد. واليتامى والمساكين، يعني المساكين والفقراء كما قال علماء التفسير، الفقراء والمساكين هاتان الكلمتان أو هذان المصطلحان إن اجتمعا تفرقا وإن تفرقا اجتمعا، يعني الله قال إذا قال المساكين فقط يعني الفقراء والمساكين، وإذا قال الفقراء فقط الفقراء والمساكين، وإذا قال الفقراء والمساكين على اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول الفقير هو الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله، وفي رأي معكوس المسكين هو الذي لا يملك شيئا والفقير هو الذي لا يجد حاجته. على كل، في إنسان دخله أقل بكثير من حاجاته الأساسية، دخله أقل بكثير من حاجاته الأساسية، سمه مسكين أو فقير لا فرق. وفي إنسان لا يملك شيئا، عاجز يحتاج إلى إنفاق كامل. على كل، مصارف الصدقة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل المنقطع في الطريق، والذي يسألك لو صدق السائل لهلك المسؤول. نعم. وفي الرقاب، يعني حينما كان هناك فتوحات إسلامية وإنسان أخذ أسيراً ليدخل مدرسة الإسلام العملية فأصبح مؤمنا، ينبغي أن يعتق نفسه بمال يدفعه لسيده أحيانا، أو السيد قد يعتقه بلا مال بلا مقابل. على كل، إنفاق المال على نقل الإنسان من العبودية إلى الحرية هذا أيضا مما أمرنا به. لكن هناك إشارة لطيفة جدا، يعني حينما كلفنا ببعض الكفارات بإعتاق رقبة فقال فمن لم يجد، يعني سيأتي يوم ينتهي هذا النظام في الأرض. كان في نظام عبودية الأفراد،
الآن في نظام عبودية الشعوب بأكملها. نعم. والسائلين وفي الرقاب الآن. وأقام الصلاة، الصلاة حركة. الإنسان أيام يقول لك أنا عم أتأمل بالله، بس التأمل مو حركة. أما الصلاة توضأ وصلى، وقد يصلي وهو متعب، وقد يصلي وهو مسافر، فالصلاة حركة. بس إيتاء المال عبادة، عبادة عبادة مالية. أما الصلاة عبادة شعائرية. في عبادة بدنية كالحج، في عبادة مالية كالزكاة والصدقة، في عبادة شعائرية كالصيام والصلاة، وفي عبادة تعاملية كالصدق والأمانة والإحسان إلى الجار والوفاء بالعهد. في عنا عبادة تعاملية وعبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة شعائرية. وأقام الصلاة. الآن دقيق. طيب هذا آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إيتاء الزكاة شيء لا علاقة له بالآية السابقة. فرض هاي. هذه فرض على كل غني. الزكاة قسرية، أما الصدقة طوعية. فلذلك جاءت كلمة الحب. إنفاق المال الذي تتجاوز به الزكاة المفروضة هذا دليل حبك لله عز وجل. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والمسلمون عند شروطهم. والمسلم يعني يوفي بعهده ولو كلفه ما كلفه، والمنافق لا يفي بعهده ولو جعل سمعته في الوحل. الآن في عندك حركة سلبية، جاءك ضغط، ضغط صحي، في مرض لا سمح الله، استسلمت لله، صبرت، أو جاءك فاقة مالية، حاجة للمال شديدة ونفسك عزيزة فصبرت، أو جاءك تهديد لتعصي الله فصبرت، أو جاءك إغراء كي تخرج عن منهج الله فصبرت. والصابرين متى؟ قال في البأساء، في الفقر الشديد، وفي الضراء، وفي الألم الشديد، وحين البأس في ساحة المعركة. يصبر وهو مفتقر، يقول لك والله لا أملك ثمن أجر الطريق، هذا صبر. والآخرون ينفقون الأموال جزافا، هذا صبر، ولصاحبه أجر كبير. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والله أيها الإخوة، هذه آية جامعة مانعة، هي جانب عقدي وجانب حركي، والحركي جانب مالي أساس الحب، وجانب شعائري، وجانب مالي أساس الفرض، في جانب أخلاقي أساس الوفاء بالعهد، وفي جانب سلبي أساسه الصبر في حالات ثلاثة كبيرة: في حالة الفقر الشديد، وفي حالة الألم الشديد، وحين البأس، وفي لقاء العدو. قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الذين صدقوا في إيمانهم، هذا مصداق إيمانهم، هذا يؤكد صدقهم لله عز وجل. وأولئك هم المتقون الذين اتقوا أن يعصوا ربهم، أو اتقوا سخط ربهم، أو اتقوا عذاب ربهم. أيها الإخوة، جميل بالمؤمن أن يكون وقافا عند حدود الله وعند كلام الله. فهذه الآية منهج، منهج يجب أن تؤمن بكذا وكذا وأن تفعل كذا وكذا.